أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة على إكسترا نيوز، والتي نناقش خلالها أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2023. خلال هذه الساعة من التغطية نناقش ملف جهود الدولة في تنمية سيناء وما تحقق بها من إنجازات في التنمية العمرانية والخدمات الجديدة لصالح المواطن المصري في سيناء. وفي الجزء الثاني أيضا سنناقش جهود الدولة في تنمية الصعيد، ولكن البداية مع التنمية في سيناء. نتابع. إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريين، استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة. بات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا. ودائما وابدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. على مدار السنوات الماضية استطاعت الدولة المصرية تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في سيناء، تضمنت مشروعات صناعية وزراعية، فضلا عن إنشاء تجمعات سكنية حضرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أرض الفيروز. المزيد نتابعه في هذا التقرير. مشروعات تنموية عملاقة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية بشمال سيناء، في مقدمتها مشروعات صناعية وزراعية، فضلا عن إنشاء تجمعات سكنية حضرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أرض الفيروز. فمن منطلق الإيمان بأن تحقيق الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء لن يكون إلا من خلال التنمية والتعمير في كافة أرجاء أرض الفيروز، أطلقت الدولة خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية شمال سيناء 2023-2030. خطة تنمية شمال سيناء تتضمن إنشاء مدن جديدة بالمحافظة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة صناعية وتجارية وزراعية، وتضمنت استثمار أكثر من 280 مليار جنيه لتنفيذ 1015 مشروعا تنمويا، منها 726 مشروعا تم تنفيذها بالفعل بمختلف القطاعات لتحسين مستوى المعيشة والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، بجانب تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. وتأتي الزراعة من أهم ملفات التنمية بشمال سيناء، إذ تم وجار تنفيذ أكثر من 180 مشروعا باستثمارات تبلغ 123 مليار جنيه، منها 165 مشروعا منتهيا، يتضمن على سبيل المثال محطات معالجة المياه بحر البقر والمحسمة وزمام زراعية تبلغ 90 ألف فدان، جار تنفيذها ضمن مآخذ ترعة الشيخ جابر، كما أنه مخطط زراعة 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء، بجانب إنشاء منطقة زراعية تنموية متكاملة برفح والشيخ زويد على مساحة 109 آلاف فدان. ويعد العمران من أهم مستهدفات التنمية في شمال سيناء، التي تستهدف إنشاء 82,600 وحدة سكنية، منها 47,600 وحدة مقامة بالعريش وبئر العبد ونخل والحسنة، لتضم المحافظة 11 تجمعا تنمويا حضريا يستوعب الزيادة السكانية، على أن يصل إلى 21 تجمعا تنمويا بحلول عام 2030، بهم مدارس ومستشفيات وأسواق وغيرها من المجمعات الخدمية لأهالي سيناء.
الخطة الاستراتيجية لتطوير شمال سيناء تضمنت كذلك النهوض بالصناعة عبر استثمار نحو 45 مليار جنيه لإنشاء نحو 30 مشروعاً صناعياً ضخمة. ولعل أبرز تلك المشروعات المنفذة هو مجمع إنتاج الرخام بالجفرجة وتطوير مصنع العريش للأسمنت، على أن يتم إنشاء منطقتين صناعيتين في رفح ونخل ومجمعين صناعيين في رفح والحسنة بجانب مصنع للصودا آش وعشرة مصانع للرمال السوداء بحلول عام 2030. رؤية مستقبلية لتنمية شمال سيناء وضعت معايير جادة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بالمنطقة من خلال العمل على توفير ربط بري ودولي للمحافظة مع إنشاء مناطق لوجستية وتوفير مصادر الطاقة والمرافق والبنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات. فتم وضع خطط تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والكباري والأنفاق والموانئ والمطارات بجانب تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لشمال سيناء بإنشاء ممر لوجستي لنقل البضائع وهو خط سكة حديد العريش طابة. يأتي ذلك مع تأمين واستقرار مصادر الطاقة التي تتضمن أكثر من 330 مشروعا كهربائيا ونحو 40 مشروعا يؤمن الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توفير حوافز جذب استثمارية من خلال تنفيذ تسهيلات ائتمانية للمشروعات ومنح قروض ميسرة مع خفض رسوم الترخيص والتشغيل وتوفير القوى العاملة اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشروعات الاستثمارية التنموية. سنتابع المزيد مشاهدينا حول المشروعات التنموية في سيناء، وبينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك معنا دكتور وليد. ويمكن تابعنا خلال عام 2022-2023 حجم استثمارات كبير في شبه جزيرة سيناء لتنفيذ المشروعات القومية بالتأكيد، ووصل حجم الاستثمارات إلى حوالي 73 مليار و300 مليون جنيه. كلمنا عن الفارق الذي فعلته هذه الاستثمارات وتفصيلا ما أهم القطاعات التي تم الاستثمار فيها في سيناء خلال عام 2023. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد سيناء بقعة غالية من أرض الوطن ارتوت رمالها بدماء المصريين. التنمية في سيناء واجب، والتنمية في سيناء أمر يطلبه المصريين حتى بعيدا عن الأمور الاقتصادية، إلا أن سيناء اقتصاديا هي منطقة منجم للثروات، هي منطقة تمثل كنز من الكنوز التي تمتلكها مصر والتي تحتاج إلى إعادة اكتشاف. كانت هناك محاولات في الماضي للاستفادة من سيناء وتنمية سيناء، ولكنها كانت محاولات محدودة بتتركز في الجنوب، تتركز في قطاع واحد وهو القطاع السياحي بالأساس. أما في مشروع التنمية الحالي هو مشروع متكامل بصورة نشاهد فيها أنه يصل إلى كافة القطاعات. إذا تحدثنا عن هذا المشروع نجد أنه يبدأ بربط سيناء بالوادي والدلتا، وده كان أمر مهم جدا من خلال ستة أنفاق تحت قناة السويس، فضلا عن الكباري والسكة الحديد. ثم نجد فلسفة التعمير في سيناء والتي يتم من خلالها ربط مناطق التعدين ومناطق المواد الخام بمناطق التصنيع بمناطق بالموانئ التصدير للخارج. تابعنا تطوير الموانئ في العريش وفي غيرها من الموانئ. تابعنا قطاعات التنمية اللي موجودة في سيناء. احنا بنتكلم عن قطاع النقل تحديدا في استثمارات بقيمة حوالي 2.5 مليار جنيه حتى الآن. طبعا لان قطاع النقل مش مقصود بذاته، ولكن هو قطاع النقل هو اللي بيفتح افاق كبيره جدا للتنميه في هذه البقعه المهمه وفي هذه المنطقه المهمه، مش بس لمصر ولا للمنطقه ولكن على مستوى العالم. يعني احنا لما بنتحدث عن ربط سيناء بالداخل المصري، فهناك ايضا ربط سيناء وابتكار طريق جديد للتجارة العالمية، محور العريش طابة. هذا المحور اللي بيمثل حل جديد، لأن احنا تابعنا ازاي ان مصر خلقت بدائل لقناة السويس
داخلية. مصر استبقت المشروعات الخارجية، وتابعنا ان مصر عملت خط سكة حديد العين السخنة العالمين، عملت قبله مشروع خط بري بيربط ميناء دمياط مع ميناء بورسعيد وميناء العين السخنة. الآن نحن أمام محور جديد هو محور العريش طابة. هذه المحاور اللي بتعزز من الأهمية الاستراتيجية لسيناء وبتجعلها قبلة للاستثمارات. أنا بأكد أن ما قامت به الدولة المصرية ليس فقط في قطاع النقل ولكن في قطاع البنية التحتية والمشروعات القومية في سيناء، لم يكن القطاع الخاص وحده قادرا على تنفيذ هذه المشروعات. كان مهم جدا ان الدولة تدخل، وكان مهم جدا ان الدولة تقوم بكل هذه الاعمال حتى تستطيع سيناء ان تكون جاذبة للاستثمار. اليوم المستثمر عندما يريد الاستثمار في سيناء، اذا اراد استثمار زراعي فان الدولة هيئت الاستثمار الزراعي في الشمال وقامت بباكورة عمليات الاستطلاع الزراعي، وامدت سيناء بالمياه سواء من ترعة السلام او من المياه المعالجة من محطات التحلية الثلاثية في بحر البقر والبحسمة وغيرها. واذا تحدثنا عن التعدين وكيف ان أنه حدث توسع في مصنع الأسمنت في سيناء، حدث إنشاء صناعات متكاملة في مجال الرخام وغيرها من الصناعات، أيضا كان مهم جدا تعمير سيناء، وده اللي تم من خلال قطاع الخدمات اللي تركز في تطوير العملية التعليمية وافتتاح يعني جامعتين بالأساس، جامعة الملك سلمان، فروع الجامعات الأهلية في السويس وفي الإسماعيلية والتي تم إنشاء في سيناء. الحياة التعليم ده شيء مهم جدا، والجامعات هي مناطق وبؤر بيتم حولها جذب سكان جدد وتنمية متكاملة في قطاع الخدمات، حتى القطاع السياحي الذي كان مهم وكان باكورة عملية السياحة. مصر ابتكرت فيه منتج جديد متعلق بالمتحف الجديد في شرم الشيخ، ايضا تطوير منطقة سانت كاترين، دي منتجات سياحية جديدة هتساعد على تنمية سيناء وعلى جذب سائحين جدد. هذه التنمية المتكاملة لم تغفل المواطن السيناوي ولكنها شاركته فيها، ضمت حيث تم التوسع في المستشفيات وزيادة عدد الأسرة، زيادة عدد الفصول التعليمية، توصيل المرافق لسيناء، القطاع السكني والوحدات السكنية التي تم إنشائها سواء من خلال التجمعات السكنية اللي موجود فيها عمارات أو البيوت التي تلائم البيئة السيناوية وتلائم المواطن السيناوي. حجم استثمارات كنا نتحدث في الماضي عن خطط، فإننا الآن لا نصف خطط ولا نصف توقعات مستقبلية، ولكننا نتحدث عن واقع موجود، نتحدث عن مشروعات قائمة على أرض الواقع بالتأكيد. طبعا حضرتك مريت سريعا على عدد كبير من القطاعات، سنتحدث بالتأكيد عن تفاصيل أكثر، ولكن من النقاط اللافتة للانتباه الحقيقة ما تم من استصلاح للأراضي والأفدنة لضمها للرقعة الزراعية. بنتكلم عن استصلاح حوالي 400 ألف فدان وضمها للرقعة الزراعية، واستثمارات في قطاع الموارد المائية والري بلغت حوالي 1,100,000,000 جنيه. كلمنا عن يعني الرؤية فيما يخص قطاع الزراعة، فيما يخص وسائل الري الحديثة، فيما يخص أيضا المحاصيل التي سيتم زراعتها في هذه الأفدنة التي يتم استصلاحها، والقطاع الزراعي بشكل عام خلال 2023. هو طبعا 400 ألف فدان دول حصة سيناء من 1.5 مليون فدان بتستهدفهم مصر في مجال زيادة الرقعة الزراعية اللي موجودة في مصر. 400 ألف فدان دول هم يمكن زراعته في هذه المنطقة. كانوا محتاجين بنية تحتية، كانوا محتاجين ري. مصر تصدت إلى ذلك من خلال توفير المياه من خلال ترعة السلام أو من خلال محطات المعالجة الثلاثية، بالتالي وفرت الري. ثم أتى بعد ذلك تدبير المساكن التي تناسب المزارعين، فضلا عن هذه التركيبة السكانية التي تضمن النجاح، وهي أن يكون هناك ربط ما بين المواطن في سيناء وما بين المزارعين الذين يتم جذبهم من الوادي والدلتا وما يمتلكونه من خبرات، بحيث يكون هناك مقومات النجاح لزراعة هذه المشروعات
الواعدة. الزراعة فيها بتتم بصورة عصرية وفقا لأحدث آليات الري، فالتنمية في سيناء سواء في القطاع الزراعي أو في غيره من القطاعات تراعي البعد البيئي، تراعي البعد الاقتصادي، تراعي كافة أبعاد التنمية المستدامة. نعم، أيضا من ضمن النقاط المهمة هي ما يخص برامج الدعم النقدي في سيناء، الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. بنتكلم عن عدد كبير من المستفيدين من هذا البرنامج، حوالي 121 ألف مستفيد وأكثر من ذلك خلال عام 2022-2023. كلمنا أيضا عن الجهود في هذا النطاق وأثره على المواطنين في سيناء. طبعا يعني تغطية تكافل وكرامة هي عنوان لعدالة برامج الحماية الاجتماعية. فمشروع التنمية المصري حاليا هو مشروع من ناحية المشروعات الاقتصادية، هو مشروع عادل في سيناء، في الصعيد، في الساحل الشمالي الغربي، في القرية المصرية، في حياة كريمة، في المدن أيضا في حياة كريمة. حياة كريمة مشروع للدعم النقدي الذي يوجه إلى الشرائح الأولى بالرعاية في كل بقاع الدولة المصرية. عندما نتحدث عن أن سيناء وأهل سيناء حصلوا على حصتهم وعلى حقهم في هذا الدعم، ده إن دل على شيء يدل على أن الدولة المصرية لم يعد فيها مجال لتهميش، لم يعد فيها مجال لتمييز، ولكن الدعم النقدي تكافل وكرامة وصل لمستحقيه في كل أنحاء سيناء مثلهم مثل كافة أنحاء الجمهورية. ودي رسالة مهمة جدا، لأن التنمية المصرية العادلة هي الضمانة الأساسية لتعزيز قيمة المواطنة وتحقيق العدالة وثقة المواطن المصري في دولته المصرية العادلة سواء في سيناء أو في غيرها من بقاع الوطن. إذا تحدثنا عن التغير في شكل حياة المواطنين في سيناء مع كل هذه الاستثمارات الكبيرة، نتحدث عن استثمارات بعشرات المليارات، ما هو الفارق الذي يعني فعلته هذه المشروعات القومية في الحياة على أرض سيناء بالنسبة لمعدلات البطالة، بالنسبة لمعدلات التشغيل وغيرها في يعني الحياة في سيناء؟ هو الأهم من معدلات البطالة بالنسبة للعمل هو فكرة توفير فرصة عمل لائقة لأبناء سيناء. فأبناء سيناء بانتقالهم من مرحلة أنهم يرون مشروعات ولا وكانوا يتشككون أنهم شركاء بها أو أن هذه المشروعات ستجذب عمالة من مناطق أخرى، ولكن اليوم والواقع الحالي أن هناك تواصل مجتمعي ما بين المشروعات، سواء المشروعات القومية أو المشروعات اللي بيقوم بها القطاع الخاص، هناك تواصل مجتمعي مع المواطن السيناوي، هناك إعداد للمواطن السيناوي من أجل أن يكون له نصيب حقيقي في فرص العمل اللائقة التي يتم خلقها، هناك تمييز وهناك تفضيل للطالب السيناوي عند دخوله الجامعات اللي موجودة عنده، هناك برامج للتدريب، هناك تهيئة كبيرة للشباب من أجل أن يكون لهم حصة مناسبة في مشروعات التنمية، وهو ما تحقق بالفعل ونشاهده بصورة حقيقية من خلال الشباب السيناوي الذين يعملون بالفعل في المشروعات في تلك المنطقة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. إذن أولت الدولة اهتماما كبيرا لتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما تمثل في إطلاق عدد من المشروعات التنموية خلال عام 2023.
وللمزيد من المتابعة حول ما تحقق على أرض الواقع ينضم إلينا الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء. أهلا ومرحبا بحضرتك معنا، ونتكلم في البداية عما تغير على أرض سيناء. ما الذي تغير خلال عام 2023 شيخ عبد الله؟ أهلا وسهلا. أولا اسمح لي أن أقدم التهاني بمناسبة العام الجديد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم، سواء في داخل الأرض أو خارج الأرض، لأن حقيقة نحن نستقبل عام ميلاد جديد إن شاء الله بنتفائل أن يكون فيه خير كتير جدا للبلد، وبنودع عام ميلادي بما فيه من مآسي ومشاكل. حقيقة يمكن في عام 23 الأنهار حينتهي، احنا شفنا حقيقة إنجازات كتيرة جدا في شمال سيناء بالذات أو في شبه جزيرة سيناء، وهذا الإنجاز حقيقة إنجاز عظيم جدا. ويمكن أول أوليات الإنجاز في هذه المنطقة حقيقة هي اختفاء قوى الشر من سيناء، لأن حقيقة القوات المسلحة ورجال الشرطة وابناء سيناء خلوا سيناء حقيقة بذلوا جهد كبير جدا بالتعاون مع القوات المسلحة من أجل تطهيرها من قوة الشر الذين ترعرعوا في هذه المنطقة منذ 4-5 سنوات، ولكن حقيقة جهد كبير جدا بذلت الدولة في مقاومة قوى الشر، ثم بدأت التنمية حقيقة تنتشر في كل أنحاء شبه جزيرة سيناء. احنا شوفنا حقيقة في السكة الحديدة اللي هتتعمل من ميناء العريش العالمي حيكون إن شاء الله إلى ميناء نويبع. شفنا ايضا هناك في استهداف واستزراع ما يزيد على 351 الف فدان بوسط سيناء. هذه الانجازات حقيقه في هذا العام الماضي هي انجازات عظيمه جدا، والدوله حقيقه حتى في اثناء مداهمه القوات المسلحه لقوى الشر كانت في تنميه حقيقه بذلت فيها القوات المسلحه جهد كبير جدا في سيناء. واسمح لي ان اوجه شكري وتقديري لرجال هيئه الاستخبارات العسكريه المتواجدين في سيناء، واللي حقيقه انعكس عليهم اداء القياده الرئيسيه ورئيس الهيئه على هذا الجهد الكبير لأبناء الهيئة أو رجال الهيئة مع أبناء سيناء، وفي تلاح حقيقي. الجهد حقيقة لا أحد ينكره، ويمكن احنا حقيقة وبأمانة وبدون مجاملة كون أن يعني يتم إنفاق في سيناء ما يزيد على 650 ألف جنيه مصري، هذا أكيد في إرادة سياسية لتنمية سيناء، وإحنا كأبناء سيناء عندنا قناعة، لأن حقيقة احنا شفنا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بدأ حقيقة يفكر في أنهاء عزلة سيناء بإنشاء الكباري على الأنفاق على قناة السويس. احنا حقيقة كنا بنقعد فترة طويلة جدا حتى نعبر من الضفة الغربية والضفة الشرقية لأبناء سيناء والمترددين على سيناء. الآن من فضل الله سبحانه وتعالى بهذا الجهد الطيب في 10 دقائق بتكون قاطعة الضفة الغربية والشرقية. جهد كبير جدا بالإضافة لإنجازات المدن اللي اتعملت في سيناء، مساحات الأرض الزراعية، هذا حقيقة جهد كبير جدا، وهذا خلى حقيقة أبناء سيناء وبأمانة وبدون مجاملة يتزاحموا على لجان الانتخابات ويجوا بمسافات 100 كيلو 150 كيلو حتى يعطوا صوتهم لهذا الرجل اللي هم ثقوا فيه كل الثقة. هذا جهد كبير جدا، احنا بنتطلع في الأيام القادمة وفي الدورة القادمة إن شاء الله في مزيد التنمية، وحقيقة حتى لا أكون يعني التنمية موجودة في كل محافظات جمهورية مصر العربية وليس في سيناء بس، لكن سيناء حقيقة التنمية فيها شيء مهم جدا. الجهد بتبذله الدولة وبتبذله القوات المسلحة حقيقة جهد كبير جدا. نعم، هو جهد كبير في كل القطاعات، ويمكن مهم أن ننظر إلى التغير اللي حصل في حياة المواطن السيناوي. هل بتلاحظ شيخ عبد الله تطور في معدلات التشغيل، في فرص عمل الآن موجودة يعني لأبناء سيناء، تغير الحياة بشكل عام في المدن في الشوارع؟ طبعا حضرتك بدأت به نقطة القضاء على الإرهاب، وهي دي الحياة النقطة المفصلية اللي جعلت فيه مهم ومهمة يعني جدا أمان كامل في سيناء. أهلنا الآن الحمد لله آمنين على بيوتنا وآمنين على أولادنا في سيناء بعد ما اتخطفت مصر في العام الأسود. حقيقة الآن بنعيش في استقرار وأمن وبأمانة، ودي حقيقة. احنا بنشوف المحافظات الشعب المصري حريص كل الحرص على الاستقرار الأمني، لأن احنا جربنا الانفلات الأمني في الغيبة اللي اتخطفت فيه مصر سنة حكم الإخوان. احنا الآن الحمد لله رب العالمين في استقرار، بنأمن على بيوتنا، بنأمن على عربياتنا، بنأمن على مصالحنا، بنأمن على أولادنا. هذا الجهد الكبير جدا هذا وراء فكر قيادة حكيمة، ثم ان التنمية اللي في نشطت في كل محافظات جمهورية مصر العربية حقيقة يمكن لو واحد غاب عن القاهرة 4-5 شهور بتوه من شاء الكباري والطرق في شغل يومي. هذا فكر القيادة السياسية. احنا حقيقة بأمانة الرد على سؤال سيادتك ان ابناء سيناء تزاحموا، ابناء سيناء تزاحمهم حقيقي مش يعني كده، لا تزاحم حقيقي على رجال انتخاب لإعطاء الصوت للرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا دليل اكيد ان في حب وفي قناعه
وفيه رضا عن الأداء في سيناء. أبناء سيناء حقيقة كل الولاء والانتماء، احنا شوفنا أبناء سيناء بعد 5 يونيو 67 وانخرط أبناء سيناء في منظمة سيمان منظمة سيناء العربية اللي سماها الرئيس جمال عبد الناصر. حقيقة أبناء سيناء انخرطوا مع قوات مسلحة، وكان في سيناء لا يتواجد إلا أبناء سيناء وعناصر من قوة رجال المخابرات العربية. خلوا سيناء كتاب مفتوح أمام القضية السياسية، وأبناء سيناء حقيقة إذا جد الجد ونادي المنادي هم حيكونوا في الطليعة. احنا حقيقة بنثق كل الثقة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي أدائه. واسمح لي نوجه تهانيتي للسادة القوات رجال القوات المسلحة أينما تواجدوا على أرض سيناء وأينما تواجدوا في أرض مصر. حقيقة هذول الرجال يوصلون الليل بالنهار في مجال التنمية، ويمكن حقيقة المشاريع بتقوم بها الدولة مشاريع كبيرة جدا. في توجه في سيناء لتتعمل حقيقة تجمعات سكنية لأبناء سيناء بدل ما تكون في مناطق منتثرة، ثم هناك حيوزعوا عليهم أراضي وخمس أفدنة وبيت. هذا شيء ممتاز جدا. الجهد بتعمل احنا حقيقة نثق في جهد السيد الرئيس عبد الفتاح. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. ومشاهدينا هذه التغطية مستمرة، وهنتحول للتنمية في الصعيد بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. يلي
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة، حيث عرض السيد محافظ البنك المركزي عددا من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي والتي تسري اعتبارا من الأول من يناير 2024 وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. وننتقل إلى التنمية في الصعيد وجهود كبيرة قامت بها الدولة في تنمية الصعيد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدا تنمويا ونسبة مرتفعة من التشغيل، وأيضا بناء وحدات سكنية ومشروعات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وإنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف محافظات الصعيد. سنتابع المزيد في هذا العرض. للمزيد من المتابعة حول ما تحقق من تنمية في الصعيد ينضم إلينا الدكتور محمد باغا أستاذ التمويل والاستثمار. برحب بحضرتك معنا دكتور محمد، ويمكن تابعنا تخصيص يمكن عشرات المليارات أيضا في تنمية الصعيد، استثمارات عامة حوالي 71 مليار و400 مليون جنيه لمواصلة التنمية في الصعيد خلال عام 2023-2024 يتم تخصيصها. كلمنا عما تحقق بالفعل خلال 2023 دكتور محمد. هي في توجه قوي جدا من جانب الحكومة المصرية لتنمية الصعيد، وإنه هذا الجزء العزيز من أرض مصر يقدر يساهم بقوة في التنمية المستدامة اللي الحقيقة
بتتحقق على أرض مصر من عام 2014 إلى النهارده. يمكن تاريخ الإنفاق الإستثماري في الصعيد وصل لرقم مهول جدا لم يحدث في تاريخ موليته قبل كده. احنا بنتكلم على تقريبا 1.8 تريليون جنيه حجم الاستثمارات اللي راحت لقطاعات حيويه جدا زي قطاع الاستثمار في البنيه التحتيه والطرق والمرافق والصحه والاسكان والكهرباء والى اخرها من مشروعات قوميه، وكانت بتستهدف في المقام الاول تلبيه احتياجات ابناء الصعيد بشكل خاص. الحقيقه يمكن وزنه 2023 كانت طبعا هي الاكبر في تاريخ الموازنات السابقه، لانه طموحات الدوله المصريه لا تتوقف ابدا تجاه تنميه هذه المنطقه، فلقينا انه اتجاه الدوله كان حسيس نحو تنميه العمران، وتعامد اقول كلمه العمران بما تحمله الكلمه طبعا من معاني الاستثمار في التعليم، الاستثمار في العنصر البشري، مبادره حياه كريمه وما يعني تم تدشينه في الصعيد. احنا بنتكلم على بناء المحافظات الجديده، ويمكن المحافظات دي منها محافظات ذكيه. احنا بنتكلم على مشروعات قوميه كبيره جدا حدثت في هذه المنطقه، زي مثلا المدينه المسجيه في محافظه المنيا، بنتكلم على الطاقه الشمسيه والاستثمارات الضخمه جدا، تقريبا اكبر مشروع في العالم يتعلق بالطاقه النظيفه والجديده والمتجدده اللي هو مشروع في بنبال. احنا بنتحدث ايضا على تنميه عمرانيه مهوله جدا لاكتشاف الفرص المختلفه الاستثماريه في الصعيد، وبالتالي توجيه الاستثمارات لهذه المنطقه. كنا زمان لما بنتحدث عن توجيه الاستثمارات كنت بدأ جدا لما بلاقي ان توجه الاستثمارات رايح لمحافظه القاهره فقط. النهارده بنلاقي ان المستثمرين داخلين الصعيد بمحافظاته المختلفه، طبعا الاستفاده من الفرص الواعده اللي موجوده وتحقيق اعلى معدلات عائد ممكنه مع اقل مخاطر ممكنه ممكن اللي هي تكون. بالفعل هو برنامج واعد، وأيضا البنك الدولي تحدث عن التنمية في الصعيد، قال إن برنامج التنمية في صعيد مصر هو نموذج رائد تسعى بعض الدول لتطبيقه. إلى أي مدى في أثر لهذه الإشادات الدولية كمان على المستثمرين؟ بالطبع الإشادات الدولية بتدي مؤشر مهم جدا للمستثمر الأجنبي إنه البيئة الاستثمارية المصرية هي بيئة جاذبة للاستثمار. لما بنركز دائما في مؤشرات البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او اي مؤسسات بتقيم عمليه التنميه او الاستثمار بوجه عام، هنلاقي انه تقريبا كل المؤشرات بتتكلم عن مصر بشكل ايجابي. ولا ننسى ابدا ان الازمات اللي حدثت في السنوات الاخيره الماضيه لا زالت يعني اثرها باين جدا على العالم، ولكن لما نحمد ربنا ان احنا كنا من اقل دول العالم تاثرا بمثل هذه الازمات، وكنا بنحقق معدلات نمو كانت مرتفعه الى حد ما، لكنا من 18 دوله على مستوى العالم على سبيل المثال اثناء جائحه كورونا في تحقيق معدلات نمو ايجابيه، وده طبعا اشاره للمستثمر ان البنيان المصري هو بنيان قوي، وانه بقى في مرونه في يعني مجالاته المختلفه، وانه قادر على استيعاب فرص واعده، وانه هذا الاقتصاد الحقيقه بيكون مقاوم للصدمات الى حد ما، وبالتالي المستثمر ما بيكونش قلقان على امواله حينما يستثمرها في مثل هذه البيئه. الدوله المصريه عمدت ان هي تدشن مجموعه القوانين المختلفه اللي بتحفز بيها جذب الاستثمارات، زي تعديل قانون الاستثمار في مصر، زي المبادرات الرئاسيه المختلفه اللي عملت زي الرخصه الذهبيه، وزي تدشين المجلس الاعلى للاستثمار لتسهيل كل الاجراءات والعقبات اللي ممكن تواجه المستثمر بشكل عام. خليني بره اقول لحضرتك انه لازالت الازمه الاقتصاديه العالميه بتاثر على بلدان العالم بشكل كبير، لانه ان في مصر احنا لازلنا بنحقق معادلات نمو لا باس بها، وبالتالي ده بيثير يعني شهيه المستثمر ان هو ينظر للبيئه المصريه بشكل محترم، خاصه وانه الاقتصاد المصري اصبح النهارده بيشتمل على عدد كبير من المجالات والفرص اللي تم خلقها، زي مثلا المنطقه اللوجستيه المتعلقه سواء بالغاز او المنطقه اللوجستيه اللي بتحاول مصر ان هي تعملها النهارده لصناعه الهيدروجين الاخضر، ودي طبعا صناعه مقبل عليها العالم بشكل كبير جدا سواء الوقت الحالي او فيما بعد.
أيضا بنتكلم عن زيادة اليد العاملة، يعني نتيجة للتوسع الكبير في هذا البرنامج، برنامج تنمية الصعيد، وكل هذه المشروعات في مجالات وفي قطاعات مختلفة، عدد العاملين في محافظات الصعيد زاد إلى حوالي 13.5 مليون عامل. يعني كلمنا أيضا عن أثر هذه المشروعات على اليد العاملة في الصعيد، على يعني استقطاب أيضا خبرات مختلفة في محافظات الصعيد نتيجة لهذه المشروعات. أنت طبعا كنت بتواجه مشكلة مزمنة في توزيع السكان في مصر أو توزيع المشروعات في مصر، إن هي كانت متمركزة في محافظات بعينها. النهاردة اتجاه الدولة لتوزيع المشروعات دي على كافة ربوع الجمهورية وكافة محافظات الجمهورية، ده أمر طبعا بيبعث معاك لحل المشكلة المزمنة دي. وبالتالي أنت لما اتجهت للصعيد بمثل هذه المشروعات القومية والمشروعات الاستثمارية، الفئة الكبيرة اللي كانت موجودة من الصعيد بتشتغل في القاهرة أو في اسكندرية أو في محافظات أخرى بدأت تعود إلى أدراجها مرة أخرى وبدأت تستقر في موطنها مرة أخرى، وبالتالي أنت خلقت فرص عمل لمثل هؤلاء، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى الاختراب من جديد. وده اللي نجحت فيه الدولة المصرية الحقيقة لما هي ركزت على المشروعات القومية في وقت كان فيه الدولة المصرية بتعاني من ركود شديد جدا، خاصة بعد الأزمات المختلفة من بعد 2013، واتجهت الدولة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية، وخاصة في مجالات أو مشروعات تستوعب أكبر عدد ممكن من العمالة، لأنه طبعا أنت محتاج تزود العجلة بتاعت الاقتصاد، تزود السرعة بتاعتها، ومحتاج أنه النمو يتزايد، وأنك محتاج تعالج مشكلة البطالة اللي ممكن تكون يعني تسبب ليك مشاكل كثيرة جدا أنت يعني في سبيلك أنك تحلها. وبالفعل نجحنا في هذا الأمر، وصلت معدلات البطالة إلى رقم أحادي، إحنا بنتكلم على تقريبا 7% كمعدل البطالة. أما بالنسبة نقطة خاصة بالصعيد، أعتقد أنه زيادة أعداد المشروعات اللي موجودة هناك أدت طبعا إلى زيادة معدلات التشغيل والنمو، دي كانت أحد المطالب الجوهرية بالنسبة لأبناء الصعيد، توافر المشروعات اليوم حتى لا تتم عملية اختراب أو لا تتم عملية نزوح من الصعيد إلى محافظات أخرى، وبالتالي بتخلق مشكلة تكدس، وبتخلق مشكلة طبعا إهلاك على المرافق المختلفة، وبالتالي أنت بتعالج المشكلة المزمنة في المحافظات المتكدسة. وهنا يمكن كمان يعني اللي بيعالج أيضا هذه المشكلة هو التكامل في المشروعات. إحنا بنشوف مجتمعات عمرانية جديدة جنب المصانع، جنب المستشفيات الجديدة، جنب المدارس، هي مجتمعات متكاملة. لذلك أنا قلت لحضرتك في الأول هي كلمة عمران، اللي إحنا بنعمل تنمية حضرية بكافة مشتملاتها، إحنا بنسعى للتنمية المستدامة بكافة أبعادها، فإنك بتلاقي المنطقة دي لو محافظة مثلا كانت نائية، تلاقي في المحافظة دي النهاردة موجود فيها منظومة الصحة ومنظومة التعليم ومنظومة الأمن ومنظومة الزراعة ومنظومة التصنيع، فالمنظومة الحقيقة كلها متكاملة، علشان الفرد اللي هو هيروح يشتغل في المكان ده بيلاقي كل الاحتياجات موجودة، وبيلاقي كل المتطلبات الأساسية وغير الأساسية بتاعته بتكون موجودة، وبالتالي مزيد من الإنتاج ومزيد من النمو ومزيد من التشغيل اللي بننشده كلنا في دولتنا، اللي احنا يعني خلايا نحل بتشتغل في 27 محافظة. نعم. وده في النهاية بيصب في صالح الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو والتنمية فيه إن شاء الله. يعني مهم ألا نغفل دور حياة كريمة، وفي تطوير كبير حصل لعدد كبير من القرى في محافظات الصعيد، جعلتها قرى نموذجية الحقيقة بتجديد كل شيء وتطوير هذه القرى ضمن مبادرة حياة كريمة. إلى أي مدى كان في أثر بالغ لهذا التطوير على المحافظات، محافظات الصعيد؟ الحقيقة لو أنت حضرتك عايز تشوف هذا الأثر، بص لمعدلات التشغيل اللي موجودة، بص لمعدلات الاختفاء من الأمراض سواء المزمنة أو الأمراض غير المزمنة، بص حضرتك للالتحاق بالتعليم، بص حضرتك لزيادة الدخول المتعلقة بالأسرة، حاجات كتيرة جدا عملتها مبادرة حياة كريمة وأثرت فعلا على حياة المصريين بشكل إيجابي، ونتمنى التوسع فيها أكتر وأكتر. يعني لا ننسى الميزانية الضخمة اللي تم توفيرها لأبناء الصعيد بالذات، وخاصة المرأة الصعيدية لاستيعابها في الاقتصاد أو كنموذج في الاقتصاد المصري، تحاول من خلاله أن هي تضيف أو تعمل قيمة مضافة في هذا الاقتصاد. أتصور أنه المبادرة انعكست على مجالات كتيرة جدا شايفينها، ولقينا الصعيد النهاردة الحقيقة أنا بنظر في بعض الصور
من الأصدقاء لما بينشروا من الصعيد أي واحد بيغير يعني منتهى الجمال ومنتهى الروعة اللي موجود فيها هذا الصعيد بالنظافة اللي بقت موجودة بالأشكال الجمالية اللي بقت موجودة بالاهتمام اللي بقى موجود بمحافظات المختلفة. فالحقيقة ده باعث مهم جدا إنك تقول إدماج هذه الأرض الطيبة من مصر إلى منظومة النمو والتنمية ده أمر إيجابي جدا وبيبعث طبعا بمؤشرات إيجابية جدا مستقبلا. وإحنا بقى خلاص يعني فكرة التركز في المحافظات الكبرى وإن المحافظات الكبرى هي تكون هي النصيب الأسد من كل حاجة ده أتصور في المرحلة الحالية والمرحلة كمان المستقبلية ما بقاش موجود يعني التطوير بيصل إلى قرى نائية لم تصلها أي خدمات من قبل. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد بغى أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. ومشاهدينا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الساعة من التغطية لمتابعة التنمية في سيناء وأيضا التنمية في محافظات الصعيد. كنت مع حضراتكم خلال هذه الساعة أنا هشام عبد التواب وإلى اللقاء.